السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الحمام الكداي، أحلى حمام بأمر الله. دي الوراك اللي هنعمل بيها الحمام. طبعا لما بنروح للفرارجي نجيب من عنده الوراك دهيت، بنقول له اعملها لنا حمام كداي، بيخليها من العظم. وطبعا غسلتها ونقعتها في خل وليمون وملح لمدة ساعة، وبعد كده حطيتها في مصفى، صفت كل الماء اللي فيها. ودي التوابل اللي هنتبل بيها الوراك: معلقة زعتر، معلقة توم بودر، معلقة بابريكا، معلقة كمون، معلقة بصل بودر، معلقة فلفل أسمر، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة ملح. كل المكونات دي يا حبايبي بمعلقة صغيرة، ودول 4 معالق زيت نباتي أبيض. هنحط عليهم التوابل، نقلب التوابل كده مع بعضها. هنحط التوابل على الزيت، وبعد ما حطيت التوابل على 4 معالق زيت هحط على التوابل فلفلاية ألوان وفلفلاية رومي مع 5 فصوص ثوم، فرمهم في الكبة كويس جدا. هحطهم على التوابل كده، وهنقلب كل التوابل مع الفلفل كده كويس. ودلوقتي قلبت الفلفل مع التوابل مع كل المكونات اللي حطيناها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ودي البولة اللي هنعمل فيها الورايه. نجيب الورق كده يا حبايبي، نحطها في البولة كده، ونحط عليها من التتبيلة اللي عملناها، وبعد كده هنوزع التتبيلة في الورك كله كده من جوه ومن بره. ودلوقتي يا حبايبي وزعت كل التتبيلة في الورك اهو. هسيب الورك دي في التتبيلة لمدة ساعة، ويلا بينا على البوتاجاز نجهز الرز بتاع الحمام. ودي الحلة اللي هنعمل فيها الرز بتاع الحمام. هولع عليها، هحط شوية زيت نباتي أبيض. حطيت الزيت في الحلة، ودلوقتي هحط البصل، بصلية كبيرة مبشورة، معلقة فلفل أسمر، معلقة بابريكا، مكعب ماجي، مكعب زبدة. هندي البصلة تقليبة، احط مكعب ماجي، وبعد كده احط معلقه ملح صغيره. هقلب الملح مع البصل مع كل المكونات. قلبت البصل مع الملح مع التوابل مع كل المكونات اهي، ما بنحمرهاش ولا اي حاجه، بنديها كام تقليبه كده مع التوابل، وبعد كده بنحط عليها الرز. هحط الرز يا حبايبي، طبعا الرز ده غسلاه ومصفياه من الميه. ودلوقتي هقلب الرز مع البصل مع كل المكونات، هنشوحه كويس. وبعد كده هحط نص معلقة بودرة زعفران صغيرة، ودلوقتي يا حبايبي قلبت الرز وشوحته في كل المكونات اللي حطيناها لحد ما حبيت الرز لمعت اهي. ودلوقتي هحط له الميه، ميه سخنه، مش هنحط له ميه كتير عشان هنسوينه 6 تسويه، عشان نحشي منه الحمام وبعد كده نكمله تسويه. هنقدم الرز مع الحمام من نفس الرز اللي هنحشي به الحمام. هغطي الحله واسوينه 6 تسويه وارجع له. دلوقتي يا حبايبي الرز استوى 1/2 تسويه اهو، هناخد منه بقى نحشي الحمام ونكمل الرز تسويه. وبعد ما خدت رز بقى احشي الحمام، هنكمل الرز تسويه. هنحط له شويه ميه. بعد ما حطيت للرز حبه ميه، دلوقتي هغطيه واولع عليه النار، اكمل الرز تسويه على نار هاديه. وادي يا حبايبي الورك بعد ما سبتها في التتبيله ساعه، هنحشيها مع بعض. دلوقتي هنجيب الورك دوت كده ونحطه جوه الرز، ندخل الرز جوه كده في الدبوس. وبنروح لفين الورك كده اهو، الجلدة بتاعت الدبوس كده، وبنلفه كده اهو. وبنروح جايبين بكرة خيط يا حبايبي زي دي كده، بنقفل الورك بقى كده.
وبنقطع الفتلة كده. ودي يا حبايبي الحمام بعد ما حشيناه مع بعض. يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ودي الحلة اللي هعمل فيها الحمام، هولع عليها هحط فيها مكعب زبدة. نوزع مكعب الزبدة في الحلة كده. دلوقتي مكعب الزبدة فك، نحط الحمام. هنحط الحمام من الناحية دي، هنسيب الحمام ياخد صدمة كده في الحلة وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي هقلب الحمام. دلوقتي هطلع الحمام. دلوقتي يا حبايبي بعد ما اديت للحمام صدمة هنحط بقى نسلقه. وبعد كده هحط بصلاية متقطعة اي حاجة، 3 ورقات لورا، معلقة فلفل اسمر، معلقتين ملح، مكعب ماجي. نفس الحلة اللي قلنا فيها هنسلق فيها الحمام. وبعد كده هنحط الحمام. دلوقتي هنحط المية على الحمام، مية سخنة. وبعد ما حطيت المية على الحمام هسيبه يستوي وارجع له. ودلوقتي يا حبايب الحمام استوى وطفيت عليه اهو، هطلعه من الشوربة. دلوقتي بعد ما طلعت الحمام هنقليه مع بعض. دي الطاسة اللي هنقلي فيها الحمام. دلوقتي هحط في الطاسة الزيت، هسيب الزيت يسخن. حط الحمام. دلوقتي هقلب الحمام. طبعا بنقلب الحمام من كل ناحية عشان يتحمر معانا من كل ناحية كده. دلوقتي الحمام اتحمر اهو، هنطلعه. اخلص كل الكمية بالشكل اللي عملناه مع بعض ده يا حبايبي وارجع لكم نقدمه مع بعض. دي يا حبايبي الحمام الكداب بعد ما عملناه خطوة بخطوة مع بعض اهو. طبعا الخيط اللي بنقفل به الحمام بيتفك بمنتهى السهولة بالمقص كده يا حبايبي. انا فكيت ده طبعا، خليت واحدة نشيل الخيط بتاعها مع بعض. اهو يا حبايبي اعملوا الحمام الكداب بطريقه ام احمد وبامر الله فوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايك وشير واشتراك للقناه، وبدعواتكم يا حبايب قلبي. احبكم في الله. الف هنا وشفا.